سيداتي أنسات سادتي، مساء الخير وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج وافق واعترف. الحلقة الماضية كانت مع أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، وزي ما في يوم من الأيام كلنا سمعنا اللي بيقول أحب عمرو موسى وأكره إسرائيل، كان مطرب شعبي اسمه شعبان عبد الرحيم. أول مرة كنت أسمع عنه أيامها، وبعدين التقيت بيه بالصدفة في حفل خيري هو تبرع بيه وقته وفلوسه للأيتام، فوجدته راجل جدع وخير، فقلت له تيجي تطلع معايا في حلقة؟ فقال لي أنا مش مصدق روحي، أنت عايزني أطلع معاك وأنت اللي قابلت عبد الحليم وعبد الوهاب؟ وقعد يقول كلام غزل الحقيقة، أنا يعني إيه اعتبرته مجاملة كبيرة منه. وجه شعبان عبد الرحيم في الميعاد الحقيقة زي ما اتفقنا، وكان لابس يعني الدندشة كلها، هتشوفوا بنفسكم تفاصيل هذا المشهد الطريف من خلال إجاباته وأسئلتي معاه وحوارنا اللي هنشوفه حالا دلوقتي. الفنان الشعبي المشهور شعبان عبد الرحيم، برحب بيك. وهقول لك بعض الأقوال تقول لي رأيك فيها، موافق عليها ولا معترض عليها. هنبتدي الأول في حاجة فيها نقد كده لك، وبيقول شعبان عبد الرحيم موضة وهتعدي، موافق ولا معترض؟ لا موافق. موافق. طب الموضة دي بقى لها كم سنة؟ هي مش عارف، أنا من زمان يعني بغني، بس أكيد لازم يكون لها وقت تنتهي زي اللي قبلنا، يعني الموضة هتفضل على طول مش بتتغير. صح. في مثلا أنا اتعلمت على إيد أنور العسكري، وبعد كده جه أحمد عدوية، وبعد كده مش عارف يعني كده، هو كان قبل كده عبد المنطلب ومحمد رشدي، وكل واحد بياخد له وقت وياخد له مين، فلازم والواحد بيكبر لازم تعدي. تمام. يا ريت الناس تنسى ماضي الناس، موافق على الكلام ده ولا معترض؟ تنسى ماضي الناس؟ انا اقول موافق، يا ريت يعني، يا ريت كل واحد ليه ماضي، الناس الجديده بقى اللي هي سمعت عنه او تعرفه تنسى، يعني مش كل واحد بقى يعلق له على حاجه قديمه ولا كده ويقلب له الماضي. يقلب له الماضي، احنا في ايه ولا في ايه؟ خلينا في دلوقتي. طب لو رجعنا لورا شويه واتكلم على طفولتك، تقول الطفل شعبان كان طفل شقي، كان طفل هادي، كان طفل على قد حاله، كان طفل سعيد، يعني احكي لي كده شويه. لا احنا كنا العيله يعني بتاعتنا كلنا على قدنا، يعني لحد قريب كنا على قدنا، ولحد دلوقتي الحمد لله على قدنا برضو، بس طبعا عمليه بقى ظبطت معانا، بس كنا قبل كده على قدنا قوي يعني. ربنا يكرمك. طب ايامها كنت على قد لحافك بتمد رجليك؟ طبعا، ده يعني على ايام انا مثلا ما كنت شغال مكواجي، كان ممكن الكبير بتاعنا قوي مثلا يوم جمعه اللي هو بيبقى زحمه قوي، مثلا ممكن نعمل مثلا 20 جنيه، فال 20 جنيه دول يعني نعمل بيهم حاجات، كل حاجه. زي ايه يعني؟ نجيب منهم سمك، ونجيب منهم لحمه، ونجيب منهم مش عارف ايه، يعني وانا ببقى واقف في الدكان اي حد يعدي اشتري منه حاجه. دلوقتي طبعا ما ينفعش الحاجات دي، الموضوع كبر والمسؤوليه. طب كنت بتحلم بايه في هذا الوقت؟ انا كنت بحلم ان انا اشتغل شغلانه مش هنا بالليل وانام بالنهار، يعني كنت بقعد اكلم، انا بحب الليل قوي، فكنت بقعد اكلم نفسي اقول يا رب والنبي انا نفسي يعني ترزقني بشغلانه افضل طول الليل صاحي وانام طول النهار. طب بالليل بقى كنت بتعمل ايه؟ تفكر وانت سهران، تعد النجوم، تعمل ايه بالظبط؟ طبعا الواحد كان بيفكر في المسؤوليه، وبرضه بيعد النجوم، ما هو الواحد كان زمان بيقعد يبص لفوق يعد النجوم فعلا، او يدور يبص يشوف النجوم قد ايه. فاكر عبد الوهاب لما قال الدنيا ليل والنجوم طلعت تنورها؟ طبعا فاكر. طب ما تسمعني حته منها من الاغنيه؟ من فضلك. مش حافظ الاغاني قوي بتاعتها. ما هي الجمله الوحيده اللي انا قلتها دي، ولا مش عارف النغمه كمان؟ اللحن تايه مني يعني. طيب نخليها لغيرها، خيرها في غيرها زي ما انا كنت بقول. مستشار شعبان عبد الرحيم الاول مين؟ هو الاول انا اللي انا معتمد عليه يعني، اكتر حاجه
في الدنيا ربنا الاول يعني سبحانه وتعالى، يعني هو ده اللي بيخليني بيمشيني. يعني يمكن انا والله حاجه اقولها لك دلوقتي، بقول ربنا مشيني زي ما انت عاوز. يعني ايه لو المشوار بتاع حضرتك النهارده ده في فايده، او والنبي يا رب وديني، مفيش يعني براحتك فيا، يعني اللي انت عايزه اعمله فيا، فبتمشي كده وبتستخيره دايما. وانا الحمد لله وسايب على الله، سايب على الله، وهو ده المستشفى بتاعي الاول والاخير، ونعم بالله. في قول بيقول زوجتي كلكم ساري، كلما اراها اضع يدي في جيبي، موافق ولا معترض على هذا؟ انا موافق ونص. انت عندك الحاجه بتعمل كده؟ لا اكتر من الكمساري. وانت مش ممكن عندكش ابونيه؟ يمكن الكمساري بيبقى عارف ان ده دافع مره خلاص. لو عديت عليه تاني ما خلاص. اتجوزت ازاي؟ انا بنت جيران قريبه يعني. اتجوزت بنت خالي هي معايا حاليا، وما اتجوزتش غيرها يعني، وان شاء الله مش هتجوز غيرها. خطبت يوم الاثنين، يعني قرينا الفاتحه يوم الاثنين، وكتبنا الكتاب يوم الاثنين، ودخلت يوم الاثنين اللي بعده، كل في ثلاث اسابيع. وعبد الوهاب غنى وقال عمري ما هنسى يوم الاثنين. عمري ما هنسى يوم الاثنين. ودي تلاقيك مش حافظها برضه. مش حافظها، مع ان كان اصول احفظها، عشان احنا برضه كنا بنقفل يوم الاثنين. لا اوافق على احتراف اولادي المغنى، توافق ام تعترض على هذا القول؟ ان هم اعترفوا الغنى يعني؟ اه لا اوافق، ما انا موافق، ما هم شغالين بيغنوا وانا موافق. ومعروفين زيك؟ طبعا لا، مش زي قوي، بس معروفين ان ده ابن شعبان على مستوى مثلا يعتبر القاهره، زي محمود ابن احمد عدويه مثلا. محمد متاسف. منزل بلا زوجه زي مطبخ بلا سكينه، موافق ولا معترض؟ هو انا يعني اقول لك الاثنين ولا لا؟ يعني انت شايفها كده صحيح ولا شايف غير كده؟ واحده من الاثنين. قول يا سيدي. واقول لك اللي انا، قول اللي انت حاسه اللي انت شايفه. هو انا من كتر الحكايه زي بتاعت الكمساري على طول ورا بعض ومش عارف الحكايه دي. ايوه. اما اكون مش موجوده في البيت، يبقى انا قاعد مريح دماغي بقى وقاعد ساكت، وده يجي لي ده اروح له، انا اروح اغني اطبل ازمر، فقاعد براحتي. فاما بتيجي بتبقى في البيت، هو بقى السؤال جاي ببعض يعني. لكن ما تستغناش عنها. لا طبعا، ده حاجه في البيت دي ما ينفعش. داري على شمعتك تقيد، موافق على المثل ده؟ اه موافق. ليه؟ يعني هو كل واحد، يعني انا مثلا مع ان انا بقول لك سايب على الله، بس ما يكون في حاجه شكل سفريه حتى تيجي تقولها للناس ممكن تلاقيها ما تتمش. فالواحد لما يداري على شمعته تقيد ممكن تتم او كده. بتخاف من عين الحسود؟ مش عارف هي عين ولا يعني، ما تقول الحكايه اللي انا رايح مش عارف اجيب ايه ولا حاجه يعني كده، ممكن ما تحصلش. حتى لو ما حصلتش يبقى الواحد مكسوف ان هي ما حصلتش. المال ستار العيوب، موافق ولا معترض؟ المال ستار العيوب؟ لا طبعا هو مش موافق. طب ليه؟ يعني هو يعني الستار الاول ربنا يعني سبحانه وتعالى. وبعدين الواحد اللي ماشي كويس لو غلبان وكفران هو ماشي كويس، معاه فلوس وممكن ما بقاش ماشي كويس، فدي مش لا. ساعات الواحد يبقى فيه عيب، لكن عشان معاه قرشين الناس بتجامله، الناس بتشوفش العيب. المجاملات دي ممكن. عم شعبان المثل بيقول تبات مظلوم ولا تبات ظالم، موافق ولا مش موافق على المثل ده؟ موافق. يعني الواحد بيسمع حاجات كتير وناس كتير بتتكلم عليه، فمن الاحسن ان هو يعديها ويبات مظلوم وما يظلمش حد، او يقدر يعمل حاجه وما يعملهاش بيكون احسن. المثل بيقول كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، هل شعبان عبد الرحيم موافق على ده ولا مش موافق؟ هو انا باكل يعجبني وبلبس اللي يعجبني. بالنسبه لي يعني في حاجات كتير قوي في اللبس ما بتعجبش الناس، او بمعنى الاصح مثلا الجزمه دي بامبه اهي ما حدش يقدر يلبسها او يرضى يلبسها، انا بلبسها. بتفصلها مخصوص ولا مخصوصه؟ فخلاص انا عملت كده، فالناس
سابوني بقى يعني ما بكلم يعني خلاص هو شعبان بقى كده. طب ده عشان ايه؟ عشان تلفت النظر؟ لا عشان ما بقاش حد كتير شكلي يعني، تبقى مختلف. في المطربين كتير قوي شكل بعض يعني، كله مثلا مؤاخذة بدلة وجرافطة ومش عارف ايه، فكتير قوي، فانا ما ينفعش ابقى البس بدلة وجرافطة وابقى شكل الناس او شكل الجمهور يعني اللي انا بقعد اغني له، عايز ابقى انا غير الناس اللي قاعدة. ايه لونك المفضل؟ ايه اللون اللي ما بتقدرش تقاومه بتحبه؟ بحب اللون الابيض واللون الاحمر قوي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ ما صراحة ماليش في الكورة. الجمهور مسميك شعبولة، مبسوط من الاسم ده؟ اه شعبولة، ما هي شكلها حلو مصغرة الواحد كمان يعني. يعني الواحد حاسس اللي هو لسه صغير. وانت كبير؟ يعني طبعا بالنسبة ان انا معايا عيالي يعتبروا اطول مني، فما حد يقول لي شعبولة برضه بيبقى فيها يعني ايه، يدلعوك ويصغروك. طب في ناس بعض الناقدين يعني بيسموك شكمان عبد الرحيم، ايه رأيك في هذا التعبير؟ اي حاجة انا ما بزعلش من اي حاجة، الحاجات دي كلها ما بزعليش، بتتقبلها بصدر رحب وروح رياضية. اه ما بزعلش. بتلعب رياضة؟ انا بدأت دلوقتي، انا كنت كان الحتة دي كبيرة كده، فدلوقتي عامل انا لعبة بطلع السلم مش بنزله مش مش بطلع يعني، اطلع في الاسانسير بس انزل مش، دي برضه عامله معايا جو. زي ما لاحظتم شعبان عبد الرحيم المره دي عكس كل اللقاءات اللي اتمت معاه من خلال حوارات الزملاء، كان عاقل متزن لبق، بيتكلم بجد، بيتكلم بعقل، بيتكلم نقدر نقول كمان بذكاء، وده يمكن ما كانش معروف عنه لانه كان دايما يطلع بيستعبط متفهمه ولا ايه. المهم مش هطول عليكم، نكمل حوارنا مع شعبول. طب بالمناسبة انا شفتك بتشرب سجاير، ايه بقى حكاية هبطل سجاير وما بطلتش السجاير؟ هبطل السجاير اه واكون انسان جديد اه، من اول يناير خلاص هشيل حديد، وانس ازلب بسوبر واشرب شاي خفيف اه، وانزل الوكالة اجيب قميص نظيف. ايه علم في المتبلم يصبح ناسي، موافق ولا معترض؟ موافق. طب ليه؟ واحد تقعد تقول على حاجه، ممكن تشاور على حاجه قدامك تقولها دي، لو تبقى قدامك كده يروح يجيب لك حاجه غيرها. يعني حاجات كتير زي دي. اتعلمت يا عم شعبان؟ اه انا اتعلمت من الدنيا بس. لكن ما رحتش مدارس؟ لا كنت بروح كتاب زمان بقى وانا صغير، لحد ما اتعلمت ايه مثلا اسمي والقران اللي هو اللي يعني سوره كل الله واحد والفاتحه والحاجات دي. وبتصلي؟ الحمد لله. وكان الكتاب بيضربوك لما تغلط وتعمل؟ عندنا شيخ اسمه الشيخ سيد ده في الشرويه في عزبه بلال، ده كان خرزاني مخصوص وفلكه، اللي كان يعمل اي نمره يعني ولا اي حاجه يمسكه ويرفع الاثنين عيال يمسكوا الفلكه يرفعوه ويدوله بقى. وانت كنت عايل شقي؟ انا كان كل يوم اخد علقه. لا يا راجل. كل يوم. عالم هذه الايام عالم مجنون مجنون مجنون، موافق ولا معترض؟ عالم كله جنان في جنان، والانسان ما بقاش انسان، فين العشره وفين الود، فين ايام الضحك زمان، عالم كله جنان في جنان. يا بس كده ناس. وفين الختمة؟ فين الكلمة اللازمة؟ اللازمة ده في موضوع أغاني تانية. طب ما بتغنيش النوعية دي من الأغاني اللي فيها معنى وهدفة زي كل كلامك اللي غالبا بيبقى له معنى وهدف بس بنغم مختلف، يعني دي مختلفة عن ما تغنيه عادة يعني. ما أنا بعمل في الشريط 8 أغاني أو 9 أغاني كلهم بيبقوا شكل بعض، بيبقوا ألحان تانية، بس هو اللحن اللي هو اللي فيه اللازمة ده هو اللي الناس بتسمعه او اللي انا معروف بيه. لو انا ما قلتش ايه تلاقي الناس تقول ايه، لحد ما عملت انا اغنية تاني بقول فيها خلاص غيرت اللحن اللي انت خدته عليه، عملت لحن تاني عشان ما اقولش ايه. سمعني. خلاص غيرت اللحن اللي انت خدته عليه، عملت لحن تاني عشان ما اقولش ايه، مش ايه، خلاص غيرت لوني خليته لون سماوي، اغني انجليزي
وأغني فرنساوي مش إيه. دلوقتي جيب جوان أم بتبوته جديد هقول أغاني الأمور والحجز بالمواعيد مش إيه. أنا عندي هارت طيب أنا عندي هارت طيب الياف لكل الناس واسأل ماي فريندز الركع على الأساس مش إيه. لو كان عبد الوهاب عايش كان هيرفض يلحن لشعبان عبد الرحيم، موافق ولا معترض؟ اه طبعا موافق. هو لحن بالمناسبه لشكوكو، لحن لاسماعيل ياسين، لحن لفؤاد المهندس، يعني كان بيقدم هذه الالوان من المغنى الخفيف اللي دمه خفيف. وهو جايز يكون ممكن لو كان عايش وكان شافني او عرفني كان جايز ممكن جايز ممكن يروح مدينا حته لحن حتى شكلي مثلا. لو كان سيد مكاوي موجود زي عبد الوهاب انا عامل اغنيه بطل السجاير شبه لحن سيد مكاوي، يعني لو كان هو موجود كنت تحس اللي هو اللي او دلوقتي تحس اللي هو اللي عامل اللحن. ابطل السجاير واكون انسان جديد ومن اول يناير خالص هشيل حديد وازقز لبي سوبر انا واشرب شاي خفيف وانزل الوكاله اجيب قميص نظيف واقوم الصبح بدري انط الحبل نط كمان هغذي نفسي واكل حمام وبط مش هسهر على القهاوي ولا صاحب اي حد خلاص من بكره ناوي اعيش حياتي جد اتفرج على المسلسل واشرب لبن عصير واغسل بالليل سناني واريح على السرير واشوف لي بنت حلوه واطلبها للجواز عليها العفش كله عليا انا الازاز. بيقولوا لابد للمطرب ان يتعلم اصول المغنى والمزيكا، موافق ولا معترض؟ اه موافق. طب انت اتعلمت الحاجات دي؟ انا اتعلمتها سماعي، يعني انا عارف انا بغني بقول ايه، يعني مش بغني وخلاص، يعني مثلا بغني رصد، بغني نهواند، بغني سيكا، عارف الحكايه دي وتقدر تفرق بينهم وتميز. اه طبعا الحمد لله. اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، موافق ولا معترض؟ طبعا موافق. وانت ليك خير في اهلك والحمد لله. خير في اهله ملوش خير في حد ولا في بلده ولا في اي حاجه خالص. سيداتي انسات سادتي نلتقي على خير، بس انا عايز اقول البعض وافق والبعض اعترض على شعبولة، على نفسه، على شعبان عبد الرحيم، لكن انا شخصيا وافق على ان شعبان عبد الرحيم راجل جدع خير وذكي كمان. الى اللقاء سيداتي انسات سادتي مع ضيف اخر، ووافق واعترض مع اجمل منى ورقة حياتي واحلى مشاعر.